السلام عليكم جميعا يا ولاد. صباح الخير يا اسامه. ازيك؟ فرامر بيه. ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي، منور الدنيا. هو احمد يمكن النهارده ما يكونش يعني او مشغول شويه. كلمني بقى، بيقول لي انت غالبا معتذر او حاجه كده. ان شاء الله. ان شاء الله هنبتدي باذن الله يا اسامه. انت معانا بركه. اتفضل اتفضل. مين اللي يبتدي؟ احنا عندنا النهارده 3 كيسز، 2 coronary intervention، واحدة APS. اللي هيبتدي إن شاء الله الدكتور ياسر علاء الدين، هيقدم حالة PCI. اتفضل يا بسم الله الرحمن الرحيم. هقدم to present a case of primary PCI. Headed primary PCI sometimes challenging. هي مش technically challenging ولكن decision making challenging. A patient, a 74-year-old gentleman, is known to be hypertensive, ex-smoker, presented for the first time with persistent deep chest pain for 2 hours duration. Vital data was, blood pressure was 105 over 70, his heart rate 75 beats per minute. His cardiac examination was unremarkable, apart from the presence of S4 additional heart sound, and the ECG revealed inferior ST significant myocardial infarction. Then ECG began presenting deep in PR, showing segment elevation with inferior leads. When the precordial leads were unremarkable, but plan initially can. ياسر بس خلينا نشوف الاي سي جي كده تاني، معلش على مهلنا. واضح ان هو فيري ريسنت طبعا، لان مفيش ديفينيت كيوز، يعني دي كيوز صغيره في ليد 3 يا دوبك، واس تي ريفيشن يا دوبك برضه في ليد 2 مع ليد 3، والاي في اف برضه يا دوبك. يعني ات ساوندز فعلا فيري ريسنت انفاركشن. وفي طبعا يعني بندور على ريسيبروكال تشينجز في التشست ليدز، مش واضحه قوي، هي يعني طبعا فاريبل وممكن تختفي بعد شويه، ف جايز هو ليد شويه. ما فيش عندنا فيون مش واضح، لكن في دوميننت ار ان في 2، فقد تشير الى ان هي ممكن معاها ترو بوستيرور انفاركشن، زاد الابرايت تي ويف. كنا عايزين نشوف في 1 بس مش باينه قوي. دكتور عمر، في تعليق لحضرتك؟ لا، هو زي ما انت بتقول، يعني either this is a very early case because the ST segment elevation زي ما انت قلت، يعني ارتفاعها ما هواش جامد قوي. الملاحظة اللي قالها خالد بتاعت الطول R اللي موجودة في بي 2 تخلي الواحد يفكر ان في ترو بوستيرور، وفي ريسيبروكال اكسشنجز واضحة في بي 2، في اس تي سيجمنت فلات، اس تي سيجمنت ديبريشن موجود يعني. فإذا شفنا طبعا الكورليشن بين الاي سي سي والسايت اوف ذا انفاركشن نوت اولويز لينير، لكن لو احنا خدنا هذه العملية لوحدها كده لا يبدو ان ديت سيجنفيكانت انفاركشن. الحاجة الثانية الملاحظة في الكلينيكال ان البلاد بريشر ووز نورمال، والعيان ما هوش تاكي كارد، هارت ريت 75، which is not the usual في الحالات اللي هو admitted to the hospital with 2 hour chest pain. إذا كان الـ absence of tachycardia أو reflexive pathetic charge ممكن أن يفسر بالبازل جارش reflexive بيحصل مع الدايفراجماتيك، لكن بالنسبة لي يعني إن blood pressure ما هواش عالي، which is against what we are used، بتخلي الواحد يفكر في إيه القصة دي. الـ PR interval طبعا هي بوردر لاين حضرتك يا دوبك، فتمشي برضو ان في سم فيجل ستيميليشن موجود. كان البلان كانت واضحه بالنسبه لنا ان هو بلان فور برايمري اي سي اي ريماركبل، كان هو عندنا نو سيمبتوم سجستيف اوف كوفيد 19. كان البيشنت عنده اكونايت تشست اي، ما عملناش في كاب تشست. ذا بيشنت واز بري لودد 300 ملي جرام ستايل ساليسيليك اسيد and 600 milligram clopidogrel in the ER. للأسف البيشنت vomited in the cath lab prior to catheterization، وبالتالي عملنا reloading with ticagrelor 180 milligram. Symptoms that are suggested with COVID. كانش عنده history ولا fever ولا cough. No symptoms. No symptoms. بس هو الحقيقة يعني as a routine usually ما أعرفش هو ده متابع يعني تابع هذا ولا لا. كل واحد بيخش المستشفى بيتعمل له سي تي وهو طالع، وده مش هنا في الدمنداش ده مش روتين.
مش روتين، مش روتين عشان التايم لاج اللي بيحصل. وبرضه احنا في اي مكان تاني برضه بيز على السيمتوماتولوجي بتاعت البيشنت، البيشنت كان عنده سيفير اجونايزنج تشست بين اللي احنا نعمل ديلي للمانجمنت في الازوكاتيك برايمري سي ار. انت رايك ايه يا اسامه؟ هو طبعا بس هو حضرتك بالنسبه للانشمس التخصصي حتى لو العيان دخل ايمرجنسي لازم بيعمل التست بتاع الكوفيد الايمرجنسي اللي هو المسحه السريعه قبل ما يدخل يعني، وكان قبل كده بيعملوا سي تي يعني without contrast برضه to rule out ان عنده اي حاجه كوفيد او حاجه. قال كوري انجيوجرام خلنا في ترانس ميديال ابروتش شكل ديكس 3.5 ريفيلينج نون نو سيجنيفيكانت ليجن في السيركمفلكس بس توتالي اوكلودد ال اي تي الديل كود فيوز. بعد كده خدنا السبايدر فيو برضه ال توتالي صورنا الرايت كوروناري ارت كان عندنا توتالي اوكلودد ارسي. يعني هنا الحقيقه في كذا ملاحظه اللي احنا شايفينه از اجينست الجزء الاول من الاي سي جي وكده، الاي سي جي كان كله ماشي مع حته البراجماتيك انفارشن بلس اور ماينس ترو سيريال انفارشن، ما كانش في اي هنت تدلنا على ان في ال دي ال اي دي افكشن ابارت من فلات اس تي سيجمنت. في مثل والحاجه الثانيه الملاحظه الثانيه ان بصرف النظر ان في توتال اكلوجن في ال دي، لكن يبدو قبل التوتال اكلوجن الكومباريزن اوف ال سي اكس مع ال دي، ال ال سي اكس وحش وال دي حاجه تريفيال ايفن بيفور ذا توتال اكلوجن. الاكسبلانيشن الواحد بيحطه في الحكايه دي ان العيان ده كان عنده يعني ستينوزس في ال دي، ولما حصل التوتال اوكلوجن او العكس لما حصل التوتال اوكلوجن بتاع الرايت كورونري ارتري الكولاترال جوينت تو ذا ال دي واز اوكلودد، وبالتالي حصل الدبل انفارشن اللي موجود. الاكسبلانيشن الثاني اللي بيتحط في مثل هذه الحالات وخاصه في الايرا بتاعت الكوفيد ان هي بتبقى عاده التندنسي تو ثرومبوزز عالي قوي، ممكن تعمل البارشن ان مور ذان وان سايد. اذا كان اسامه واحنا ليه اي تعليق؟ ليك تعليق؟ لا خلاص كلام حضرتك طبعا مظبوط تماما، بس انا ما شفتش الرايت، هو شغل الرايت ولا لا عشان النت فصل عندي؟ هو شغل الرايت كورونري؟ توتال اكلودد من الاوريجن بتاعه او يعني اشوف الرايت بس مظبوط. واضح ان هو ده كالبريت طبعا، انما الاستغراب شويه من ال اي دي، وهل فعلا الار سي كان بيدي كولاترال زي ال اي دي مثلا، بحيث ان هو لما قفل عمل قفله في حته ثانيه ولا هو كان سي تي او بس؟ برضو ده اجابه سؤال صعب شويه. ما خدتش فيوز ثانيه في الار اي او والكرينيال مثلا يا ياسر عشان نشوف ال اي دي احسن؟ نعم انا واخد رايت كرينيال فيو هوري حضرتك يا دكتور اسامه. اتفضل. اسامه ان السيركمفلكس سايز از فيري كبير كبير جدا. هو توتال اكلوجن سايز، لكن بيفور التوتال اكلوجن الارتري يبدو ان هو سمول سايز قوي. ايوه. وانا بقول الباثوفيزيولوجيكال ميكانيزم في الحاله اللي زي كده حاجه من اثنين، يا يعني اما زي ما بنقول انه حصل توتال اكلوجن في الرايت كرونري ارتري وكان في ستينوزس في ال ال دي، ولما اتقفل الرايت كرونري كولاترز اللي راحه اتسدت كلها فادت الى الباي انفارشن موجود في ال ال دي ورثت كامبلك، او في الايرا بتاعه الكوفيد العيان ده ما عملش اي تيست عشان تثبت او تنفي. واحنا عارفين طبعا الكوفيد ده سام تايمز فيري مستيدنج، انه من الثرومبوتيك تندنسي اللي موجوده في العيانين دول ممكن يؤدي الى هذا. دي الاكسبلانيشن اللي حاضرين في ذهني يعني. موافق مع حضرتك يا بيه. بيس على الاي سي جي فايندنجز والبرزنتيشن بتاع البيشنت ذا ديسيجن واز تو دو برايمري بي سي اي تو توتالي اوكلودد رايت كورنري ارت. فالابروش بقى دخلنا بجاكتن جايدنج رايت بس طبعا معروف، بس انا بسال يعني انت اعتبرت ان هو الكالبريت؟ هو احنا عندنا ذا تو ارتس اوكلودد، يعني ايه اللي خلاك تفتكر او تتعامل مع الرايت ومش مع ال دي؟ هما الاثنين مفقودين
انا عارف الاجابه بس عشان الناس تسمعك. بيز على الفايندنج بتاع الانستتيوشن فالطور ده الانستتيوشن قلنا ده كون توتال ستودنت حلو. هو طبعا هناخد هو طبعا sometimes الاجابه بتبقى صعبه ونبتدي في ايه. هو طبعا انا مقتنع رايت كورنر هو الاساس، لكن حد ثاني يقول لك ان دي موجوده الكودت ويقول لي دي الجمهور وحاجه زي كده. الاي سي جي والشكل الانجيو بتاع رايت كورنر بيدور. انت رايك يا احمد شوقي؟ انا مش سامع صوتي بيه، مش عارف اختفى. احمد شوقي معانا في القاعه، فانا كنت بقول له اتفضل عشان بس مش سامع. Usually in infarction there are multiple plaques which are vulnerable and probably have an impact on this infarction. Which one is definitely I would do the right coronary and then I would try to shift to the LAD and see if this is a recent occlusion or not. It's not uncommon to see more than one occluded artery in an ST elevation MI, and I would go that way. لكن لكن يعني احنا اغلبنا متفق ان احنا هنبتدي بالرايت كرونر. How will you decide ان الليفت كرونر ده كمان reason to deal with it ولا هنكتفي بالكالبريت وننتهي؟ With the wire and then I will find thrombus burden and then I will continue because this is also an LAD which is an important vessel for the myocardium. خالد ده راهم معانا نسمع رايك. Hazyness of the RC proximity and dye staining speaks of acute occlusion, thrombotic occlusion of the RC. After opening the artery, we will evaluate the collateral to the LED. If the LED collateral is brisk, the same as we saw in the CTO case, so I will consider the CTO and do it an electric field. If there is no distant LED appearing, so I assume this is another culprit and this is yani, two heads in one head. So according to the what we find after the baseline, تقريبا اللي بيقوله احمد، بس هو يعني صعب قوي انك انت تحكم تاست بيكوز ذا كولاترال از بريسك اور نوت، لان هو ممكن الراجل ده يبقى عنده اوبستراكشن 60% ومعتمد برضه على الكولاترال وتام. هو سؤال بس يعني الفاليو بتاع السؤال ده ان احنا كل شغلنا في البرايمري ده ان احنا وي ار تيبنج ماسك، فهل يا ترى ال ال دي ده اللي اتقفل ده احنا ده انا اكيوت كونديشن so we have to go and save the artery ولا دي حاجه اود. العيان ده برضو لازم الواحد he has no history whatsoever before of any chest pain how is treating the دكتور عمر بيه برضو لو سمحت لي احب اقول رايي. اتفضل. اللي دي دوت لو كان acute occlusion بهذا المنظر لازم كان يحصل ST elevation at least in the from V3 to V6, V2 to V6, something like this, which was not the case. Most probably this is CTO, إن هو مقفول بقاله فترة وما هواش يعني acute، واللي هيثبت كده لما زي ما خالد نوران بيقول لما يتفتح ال RCA هنشوف فيه collaterals ولا لا. So far I think it is another lesion which should not be dealt with in this situation, at least in the meantime لحد لما نشوف ال RCA. هو طبعا يعني احنا كلنا متفقين ان البدايه هتكون بالرايت كرونري. السيركمستانشال ايفيدنس هي اللي محيره شويه. العيان ده هي نو هيستري واتس ايفر، لكن الكلمه اللي بيقولها دكتور اسامه الابسنس اوف اكيوت تشينجز في الاي سي جي دينوتنج ان في حاجه اكيوت في الرايت، يعني برضه بتخلي الواحد يعتقد انه يكتفي بكده. لكن انا برضه مع راي احمد ان احنا الديبند على ان احنا بس وهنحط دعامه وهنفاس واير في ال LED ونشوف لو الامور ماشيه يعني وما خدناش وقت why not to open it وندي للعيان ال safety of doubt. شوف بقى هو عندنا we passed a HCA wire run through floppy through right corner just after passing the wire the patient ran into EF
received its shock, CPI was done. The patient ran into incessant BF, received multiple DC shocks, and IV amiodarone was given. The patient was around 15 DC shocks, 5 cycles CPR. The patient was intubated as mechanically intubated. Rapid separate, no effusion or mechanical complication. And we lost the guided position to the right coronary because of the DC shock, and he moved his hand at all, and we lost all the system. So I'm sorry, this is a reperfusion arrhythmia, most probably. انت بعد ما فتحت بالواير حصل كده okay. Just after passing the wire all this happened. We didn't have any time. مفيش explanation تانية لان هو reperfusion. انت عندك explanation تانية؟ No explanation so far. Decision was to shift to a femoral approach. We put the, because we lost every time he received that shock, he moved his hands, he moved the guiding, and the guiding we noticed that the right corner artery origin tau is high anterior, so it is not in the usual position. So I shifted to transfemoral approach. When I got the needed puncture, he was everything and succeeded eventually to pass transfemoral approach. I used I tried several times using a guiding guide, but failed. So I switched to amplex left one, and eventually I passed the wire into the right coronary artery one. No, طبعا هو الرايت كورونري ده شكله ان هو فعلا طالع بوستيريوري فروم ذا نون كورونري كاسب، وده بيبقى فعلا صعب بالجاتكنز واسهل منه بكتير من انك تو يوز ذا ليفت امبلتس. اي اجري وذ برضه ان هو في فيلد اوف ترومباي كده في فيلد ديفكت، لقيت ان هو الكالكوليت سو فار هو الكالكوليت الونج ويز ذا اي سي جي. اي باسد ا بالون 2 باي 20 اند انفليتد توايس. Also, still, there is no good flow. He ran into VF. He stopped once more. Every single step, he faced a VF and one type of CPR and a huge thrombus appeared, and some faint flow appeared distally. Then re-occlusion occurred once more. The patient arrested several times on VF. This shock. And the patient was initiated on no adrenaline infusion. Then I passed. يعني أنا هنا بقى في نقطة. تفضل. الأرثري ده يبدو إن هو still completely occupied. محاولات متكررة. محاولات متكررة. لأن إحنا نعمل بالون وبالون ويقفل وبالون. سواء الرايت كورونري أو أني أذر أرثري، أنا شفت حالات زي كده. كل الثرومباي دي going to all the branches of the artery، وحتى if we succeeded في النهاية إن إحنا نفتحه، إحنا بنتحول ل يعني blind tube، ودول الناس اللي بيحصل فيهم remodeling و heart failure أكتر طبعًا في الـ من ده. فهل السؤال هنا إن أنا مجرد إن أنا أعمل شوية flow وأحط العيان ده على glycoprotein، لأن واضح تمامًا إن كمية الثرومباي جامدة جدًا، وبالتالي انا مش هقدر اعرف لا حجم الستنت اللي انا عايزها ولا طولها ولا اي حاجه خالص. ده سؤال مطروح للي موجودين، انا مش عارف. يعني حاله زي دي في مخاطرين، المخاطره الاولى ان كل ما بستخدم بالونات الثرومباي دي بتهرب وبتروح لبرانشز وبتسدها، وانا اساسا محكور مش هعرف البرانشز دي كانت فين، واتحول ده لكان تيوب كده والعيان ده يعني انا افرح انه فتح. الحاجه الثانيه انه واضح ان الترومباي ماسكه في الارض كله، فانا يعني تشوز اوف ذا اكويبمنت ام جوينج تو يوز ويل نوت بي بيرفكت. ففي راي ثاني يقول ان انا احط العيان ده على مجرد ان انا مشيت فلو والفلو ده ماي كارديوم ونمشي. مش عارف بقى رايي اسامه رايك ايه؟ بص حضرتك انا هساله بس سؤال واحد. علاء انت وردت لنا النور فلو، هو عمل ايه في النور فلويد وانت عملت ايه عشان يرجع للتيمي 2 او تيمي 3 اللي انت قدامك؟ عملت له ايه؟ انت بعد كده جلايكوبروتين 2 اديت عن كومبس استريشن واديت انترا كورنري تيوفيبان. اديت انترا كورنري ايه؟ تيوفيبان اجراستات. اجراستات يعني. طبعا هو في ترومبس بيردن وهو طبعا حصل له كده. بس بتوع عمر بيه ذيس تايب اوف بيشنت اللي هو جاله في اف مع دخول الواير، غالبا ده لو هيقفل
الارتري ده هيجي له في اف تاني وتالت ورابع. انا قصدي I think we are stuck in, we have to reperfuse the artery وتستنت عشان نقلل فرصة الاوكلوجن اللي هي طبعا واضح ان هي فيري كومن واير بس وبيقفل وبيفتح كل شويه. الاريزميا جت من الريبرفيوجن وخلاص يعني, هو الاريزميا جت من الريبرفيوجن وخلاص. احنا نسال برضه نسمع راي خالد وراي احمد. اتفضل. انا بس I feel actually my practice a lot of cases like this especially in the RCA. Actually my advice يعني what I found, if you use a good size balloon يعني 3 or 3.5, this is يعني cross section of this 3.5 balloon almost 4 or 5 times like 2 millimeter balloons, and it is more effective in the يعني disintegration of the thrombus, and when you establish flow with the glycoprotein, it will wash out all the thrombi, and even you when you establish flow, you will give some nitro size, you will adequately size the vessels, probably 3.5 at least. So يعني my يعني technique يعني my comment on technique, you use only a small balloon. يعني if you compare the cross section area of the RC to 4 millimeters, for example, يعني 2 millimeter balloon is almost 1/8 of the diameter. It will do nothing for that. And incessant VF, not only reperfusion, but cycles of ischemia due to occlusion and then ischemia and reperfusion. So if I replace, I would use a bigger balloon and then size the vessel. هو انا طبعا معترض على الحكايه دي, لان العمليه مش في بيج بالون ولا سمول بالون. العمليه في ان الثرومبس اللي موجوده اللي انا ببعصها دي هتروح للبرانشس وهتسدها, وده هو العين اللي بيحصل له ريمودلنج, وده العين اللي بيحصل له هارت فيلير. واضح ان الرايت كرونيك كبيره. فالعمليه ان انا مش عايز, ما يهمنيش ان انا استخدم 3 ولا 3.5 ولا 4, انا عيني على الثرومباي اللي موجوده اللي هتروح افري وير. هي دي القصه يعني. اتفضل يعني. Stent 2.75 by 48 to cover the lesion rapidly because the patient ran runs into VF every time, but it did not pass. So I was compelled to use another balloon once more to do further inflation in the mid RCA. Same balloon. The balloon. And I deployed the stent. فاينل كم الاستنت دي يا ياسر لو سمحت؟ 2.5 by 48 طبعا في المخاطرتين موجودين. المخاطره الاولى بتاعت ستراكشن اوف ذا ثرومباي, احنا شايفين هنا القطر تقريبا ما فيش برانشز. والحاجه الثانيه ان زي ما اسامه بيقول, اعتقد ان السايز اوف ذا رايت كرونري ذا بيج رايت كرونري, ويمكن يعني كان يحتاج ستنت اكبر من كده. مفيش كولاترال زي دي فيبدو انه فعلا ال اللي دي ده هو كان حاجه كلوريد قبل كده الظاهر. هو الكولاترال سدت من الترومباي, احنا عمالين نعكب في الارتري بقى لنا ساعه. صحيح. طبعا البيشنت سيت اب بتاع البيشنت كلينيكال في انتو في اف واز كومبيت تو ذس. اي ريفيود ذا انجيوجرام وانس مور بتاع الليفت سيستم بيفور اندينج اب بروسيجر اند فاوند هيزنس ان ذا ال اي تي. والله بصراحه بقى اللي قالوا في اف ده انا طبطب عليه واروحه في الرعايه المركزه كده يومين يتفسح بصراحه. فريش ولا فريش؟ انا اعتقد هو ما فيش ولا كلات ولا فريش, يعني جزء من الكلام ده انها تسدد بالثرومباي. ولو كان هيجي له دبل انفاركشن كان هيبقى ده بريزنتد في الاس جي من الاول. ده ال دي ال دي مش اي اس جي خالص موجوده. هو طبعا محير وكلها سيميليشن, لكن انا
الصوت عندنا ليه مش مفهوم؟ روتين وطور يعني كنت اعمل. انا مع حضرتك دكتور عمر بيه. انا فعلا كنت اعمل كده in this situation you save the artery culprit تقريبا. والتاني شكله كويس وهو الراجل كسر عن انيابه ب في اف كل شويه والارتري توتال اوكلوجن هندي 2 ب 3 اي اند ذن افتر 48 اورز وي اتاك ذا ال دي. صراحه انا ايوز باسين امبلفليب جايدنج امبلفليب 1 تو اند فاوند كاونتر انتويتيف اي فاوند ايوز ثرومبس ان ذا ال دي. الثرومبايل اللي موجوده بايلات ده العيان ويز نوت تيستد فور كوفيد ودي بتخلي احتماليه ان الباثوفيزيولوجي بتاعه ده كوفيد قائمه. مش كلام يعني ده على غير متوقع يعني اكسبكتد كده لقينا في هيوش ثرومبس انت ال اي تي بيوير في ال اي تي اند جيف انذر انتر كورنري اندستيت and direct stenting. برافو عليك. In such case فعلا احسن direct stenting من انك تعمل البالون. direct stenting to the LAD. هو TB1 and I'm booked eventually to TB2 after giving intracranial rapamin at that time. I didn't want to use adrenaline in view of consistent ventricular fibrillation and have two culprits in the same. قبل الكوفيد وبعد قبل الكوفيد لانه في فرق بين vulnerable plaque and vulnerable patient. Vulnerable patient that has multiple vulnerable plaques which can be included مع hemodynamics بتتغير في وجود one light infarction تؤثر على الآخر. الكوفيد بقت تتشاف أكثر جدا لأن الباثوفيزيولوجي هنا is hyper thrombotic. بس يا جماعه معلش ان كده يا ابني ليه الرايت Not uncommon. I presented such a case maybe 7 years ago in Euro PCR. We can comment in panel. This is not uncommon. We can see several times because of the vulnerable plaque زي ما حضرتك بتقول and it can occlude a certain vessel. يجي the presentation of just one of the culprits, but usually there is thrombus here and thrombus there. And the preferred, طبعا ما فيش لا guidelines في double culprit الكلام ده. The preferred is to open up both vessels لو ما فيش سبب كتير استخدمت لو ما طولتش كتير لو العيان فيه dynamic disease. طيب I reviewed the ECG once more of the ER and this was marked as the right leads. But I don't think this is the picture of the right right lead. I think it is the same evolving until infarction. الله هو ده كان امتى يا ياسر دهوت كان امتى ليه تقول بقى ايه ارض دكتور اسامه الله طب ما انت ما وريتهولناش ليه من الاول يا ابني يعني ده اللي انا بلغت بيه او شفت الشيء بتاع الليفت ليد بتاع الليفت ليد نو اي دينت نو افتر ريفيوينج after completing the angiogram, I was surprised to have why not to have this in the ECG. And this was labeled as the right lead, but I think this is the left lead. اه طبعا دي واصله ال V6 لو حتى رايت ليدز عمرها ما هتعمل كده رايت ليدز عمرها ما توصل V4 5 6 بالمنظر ده هو دي بي ديفلوب ذا انفيريو ليدز ذا انفيريو سيستم اليفيشن فولود باي انتي هنا يعني حاله اتعرضت الديبيت اللي دائما موجود هو لما نخاطب بحاله فيها فيري بيج ثرومبس بيردن ان تو ارتن قول ان احنا طبعا ان اني هيحضر وعياله بتغني جنبه ده مش فاهم فالقصه هنا احنا بين يعني
fighter's time to receive a myocardial. Within circumstances, we see that it will not make us do the proper. دايما احنا شايفين هنا ان التعامل التركيبه في الرايت كرونري يمكن اندر سايز شويه لان احنا ما كانش عندنا المجال ان احنا نحدد بدقه. والثاني حاجه ان always there is a risk when there is a very high burden from by like that ان احنا صحيح هنفتح الارتري وصحيح هنبقى مبسوطين لكن غالبا العيانين دول from by دي escaping to the branches and غالبا دول بيحصل لهم remodeling and they are presented later on by heart failure. طيب ما فيش definite حاجة الواحد answer أعمل إيه بالظبط لكن يمكن أنا كنت أميل رغم إن اللي عمله عليه كويس كل حاجة إن أنا أميل إن أنا أفتح الوايرز في الجنين دول وأحط العين على الباك بروتين و يعني هذه دول إن أنا أشتغل في قطاع ذات عرض معين في فترة ودي ما حدش يقدر يبصر يعني. المنظر الاي سي دوت ده بي يعني مش عارف هل فعلا هو ده تشيست ليدز ولا لا من شكله غريب شويه بصراحه لسه لنا مصدوره في الاخر مع رمضان يعني. هو طبعا ده لو كان موجود من الاول كنا احنا كنا عرفنا على طول ان اتس دبل كالبريت وكنا لم نتردد في ان ال ال دي اتفتح ذاتس ذا بروبلم يعني زي ما قلت حضرتك صعب جدا ال ال دي بهذا المنظر و بروكسيمال او ميد تو بروكسيمال وما يعملش رسم قلبي خالص تشينجز مش معقوله يعني بابوس كاس كوس بس تو نوت ان هاد ان كنترولبل هيموت لو انت قلت له ان الفيستولا ذات هي كود نوت بي دان بيكوز بيشنت واز ميكانيكال انتيتد سنترال لاين واز ابلايد بات انفيوجن فلويد دي ستيشن maximum support of no adrenaline and glutamine. When people both operative for us, it's an injection fraction, 35-40%. If I need it, the LAE control, however, no mechanical complication. And we put a line, we found 600 milliliters of hematemesis. What to do as regards antiplatelet and anticoagulants? Do the hemi flow of the LAE, not the من أسوأ الأوضاع اللي ممكن الواحد يواجهها يعني أنا طبعا الحاجة الأساسية هنا الأنتي بليتلت واختيار الأنتي بليتلت will choose one of the not very strong هنختار البلافكس على أساس إنه هو أقل موضوع الهيبرين طبعا very doubtful إن إحنا we can do give heparin في situation زي كده لأن العيان عنده يعني روت جي أي تي بليدنج بجانب الهيماتومة دي فما قصدناش في هذه الظروف الصعبة إن إحنا نكتفي واحد صوت بس مش واضح يا جماعه دكتور خالد الصوت مش واضح he should receive one single antiplatelet I think ticagrelor studied alone post PCI the advanced ticagrelor also can be given via right Plavix not approved I think to give it right. هو في سؤال بس يا علاء يا هيكتر هل انا هختار الانتي بليتلت ان هو من حيث الافشنسي اقل لان يعني تيجاجرولول مشكلته ان هو مور سترونجر عن الفلافكس وبالتالي الكلوبيدجرين وبالتالي البوسيبيليتي اوف بليدنج احنا في امرين دائما بنستخدم الانتي بليتلت الافشنسي والسيف هنا السيفتي هو ريديوسنج بليدنج عالي جدا واحد ونص عنده هماتومه كبيره جدا وعنده جي اي تي بليدنج وكده انا اعتقد ان الهيبرين هاز نو رول على الاقل في المرحله دهيا وان انا هدي وان انتي بليدلت وهختار الانتي بليدلت اللي هو اقل بالسترنس سكال اذا كان حد عايز انا متفق مع حضرتك دكتور عمر بيه في راي حضرتك طبعا ده ان ذا مين تايم طبعا لكن انا هسال سؤال بس لياسر هو كان على 2 بي 3 انتاجونست بلس اسبرين بلس بريليك او اللي هو يعني تيكاجريلور
وطبعا دي notorious combination for bleeding. يعني TB زي نفسه وحده في السن 74 years ده طبعا وحده ريسكي. فأعتقد إن إحنا يمكن مع هسألك بس كان he was on this regime during the hematemesis ولا حصل له بعديها؟ ولا حصل له سمع في الدي ار وخد أسبرين ولودد بلافكس 600 ملي جرام بعد كده he vomited so received another loading of the ticagrelor because he vomited. أنا بسأل على 2B3 إمتى يعني خدها دي وكده؟ اي ريلود طبعا بس ريلود بنفس الدواء اذا كان هو مقدر. انا واخد بالي بس يعني ايه المانع انت دلوقتي شاكك ان الدواء بتاعك ده مش فعال لانه طلع يمنع؟ لا انا كلام احمد الفكره كلها how much has been absorbed with 600 milligrams of clopidogrel. ثانيا reloading clopidogrel, we don't have data about this, 600 versus 600 just immediately, like we have data 600 followed by 180 milligrams, طبعا نص حالات الحيث الفاتي كان كده, but it's not something wrong, it's not, التيكاجرلور is the correct, يعني هو 600 clopidogrel اللي خدهم هو ده مش الصح على فكرة, هو 180 تيكاجرلور اللي خدهم هو كده الصح, as per guidelines. كان بالوضع ده هو بتاع ان عيان عنده بليدنج تندنسي رهيبه وان احنا بنختار مور سيف. التجارب دي لان كان في سبب خلانا نعمل دي لودنج ده حاجه ثانيه. يعني انت بتشتغل الراجل في الصناعه والدكتور اسامه سال سؤال مهم وقت الدراسه هو بياخد في اي To be 3 طبعا دي مهمه جدا يا جماعه دي كروشال. يعني this patient I think he has bled due to 2B3A mainly and not to, due to ticagrelor. أجستيد yes هو ده اللي خلاه ينزل. twice in the LAD and the right corner and we stopped, we did not give after that maintenance. What I have done no anticoagulation was given or tiotropin were given so far. I still continued on aspirin and ticagrelor. I didn't want to switch to Plavix because it is not studied. Because I because the coronary anatomy and the phlebotomy is fair. I stopped just for one day. I stopped. The hematemesis stopped after that, just once. I gave IV pantoprazole infusion, follow up the CBC and serum creatinine. Hemoglobin drops 17 to 13, then 9, then 11.5 with blood transfusion. The creatinine rose from 1.6 to 1.9, then eventually 1.1. IV support were weaned over 3 days, and the patient was extubated on day 3. And on day 5, result and 40 milligram every 12 hours was initiated. However, on day 6, doing routine ECG revealed atrial flutter for unknown cause without chest pain. So I have to give once more IV amiodarone, and he gained normal sinus rhythm, no chest pain, no cardiac enzymes elevation. I had to switch from ticagrelor to clopidogrel because we have to give anticoagulation triple therapy. So I switched back to the clopidogrel, and on day 8 we stopped the aspirin per guidelines. قصة إن هو واحد قالوا إتر once. إحنا مش دايما ماشيين بالكتاب. ده راجل عنده 74 سنة ولا ست عندها 74 سنة وعندنا هدوء في الـ CIT وعندنا هدوء في الـ وعندنا وعندنا. I would ignore. I would ignore. الحالة دي لغايه لما اشوف يعني حصلت وانس وانت اديته كورتارون وراحت خلصنا. يعني دايما الواحد يشوف الامور كولكتيف كولكتيف. لكن الواحد جات له ترانس
Apixaban and warfarin are the safest for GIPs. القضية مش ريت الاسكيميا ولا مش القضية انك انت بتتعامل مع very fragile patient. He is an elderly patient. He has a history of bleeding GIT وbleeding hematoma وكذا وكذا وكذا. And then you are faced by a single attack of reflux. ايه الاستعداد وايه الاستجابة الرهيب ده؟ ما تستنى يا اخي في ايه؟ وبقى عندك فاسيلتي انك انت تعمل ترانسلوري، عندك كل حاجة. يعني انا الفكر بتاع العيان مقدمه على اي حاجه ثانيه. لا لا خالص. لوبيدو جريل 75 مللي جرام، افكسابان 5 مللي جرام توايس، اتوفاستاتين 80 مللي جرام وانس، بانتوكازول ابلينول توسيمايد انتافليكتوزين 10 ملي جرام وانس اند اميودارون اند فالزاتن 10 ملي جرام وانس. وان مانس ليتر نو دروب هيموجلوبين بس فور كلينيكال تيم اند كومبانسيت اند فولو اب ايكوكارديوجرام ريبيت ال بي اجكشن فراكشن 40-45%. بس دي كوم مسجز ريديكولس انتربريتيشن اوف اس جي اند كوني اند جيبس ريبورتد دبل كاربريت دو اري بوسيبيليتي كان اوكير اولود بالانس بابرومبوتيك اند بيدنج ريسك and proper management of procedural and post-procedural complications should be based on meticulous clinical follow-up and abiding to guidelines, and never to lose hope in managing critically ill patients and not to withhold dictated management. يلا يا يلا يا حاج اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. صوت كده. الكيس اللي احنا هنقدمها النهارده ان شاء الله هو ميل بيشنت 67 years old with diabetic epidemic heavy smoker with a history of all the CBS. هو كان جالي العياده بالكمبيوتر. الاي سي جي بتاعه كان في ديفيوز ستي ديبرشن، وكان يعني يروح لينا ان احنا عندنا كيس اوف لاب ميل كوفلنت. الهيمودايناميكس او الكلينيكال داتا بتاعته 1.8 في هارت ريت حاجه لا تتعدى كده. الداتا بتاعته كانت فيها ابنورمال بروبابيلتي اوف اللي كان 1.9 فسيمز ان هو ما كانش كنترول. الايكو كان فانكشن اراوند 45 to 50% with the hyperkinesia of anterior wall. Accelerating to the state by 1 month. Not. This is the money. You still in pain? Yes. Yes. بس لأن اللي بقول لك ارجع بعد اوكي. يعني it is not common في واحد في بين يعني في blood pressure بتاعه كده يعني هو شيء على 80. لا هو accelerating angina مع الأفر. ما كانش يعني. أنا بسألك هو وأنت بتشوفه كان في بين ولا كنت بتكتب لحظه الاكزامينشن. القصه الثانيه ان هو ان احنا نقول ان هو ليف مين بناء على صعب ان احنا نربطه ان في بروسس بالضروره يعني. زي ما شفنا البروسيجر كورونال انجيوجرافي زي ما احنا شايفين كده في السبايدر فيو في عندنا ديستال ميل اراوند 90% with اوستيال ال اي دي 90% also with اوستيال سي اكس اراوند 80% to 90% also. ال اي دي كان برضه وي كان ابريشيت فيري لونج بلاك ال اي دي وبعد كده الفاسل اتس ديفيوزلي دي بعد كده. هنا it's very clear that the off the CX around يعني 99% يعني هو ال دي it's small caliber زي ما احنا شايفينه يعني around 2 يعني مليمتر ال ار سي اي مش هتشتغل. طب هي مش هتشتغل ال ار سي اي في around 90% to 95% long vision, then distally it's totally. What would be the decision? طبعا syntax score زي ما احنا شايفين هو 44. قبل ما نعمل syntax score العيان ده عنده distal left main وعنده right frontal عنده cerebral disease وديابيتك وعنده ليفل تريجر ديسفانكشن يعني هو بالكتاب كده جراح طبعا. واي نوت؟ انا متفق مع حضرتك 100% واي نوت؟ برضه اليور سكور كان 1.35 فده برضه الريسك فور اوبريشن فيري لو وعشان كده انا اي ستوب الاوبريشن في التفاصيل قلت له حاجه فور كابل صحيح والعيال والكاتب بتاع الجراح نو واي انا مش عارف بروحها هتعمل لي قسطره يا اما تمشي عليك كده. وكان البيشنت از كومبلينينج اوف فيري تيبيكال برضه ذا جاست بين او سبايت اوف ماكس ميديكيشن. هو انا يعني برضه متحفظ على الموضوع يعني قضيه ان احنا الطبيب هو محامي المريض ولما اجد ان في حاجه متفانفت احنا ما بنديش وقت قوي ان احنا نشرح للراجل ده كذا ده كذا وده الاحسن لك وعلى الوقت كذا. يعني انا بعتقد وانا لم اواجه هذا في حياتي يعني انا توصل لدرجه مش النقطه اللي ممكن تؤخذ في الحسبان في حالتك دي ولا نقدرش نحكم قوي ان الهيد صحيح ليفت مين ديزيز والهيد ديزيز لكن الارتري لوكس باد فساعات الواحد يقول ان يمكن الدرافت هتتحط في الارتري كله باد لكن من خبرتنا برضو ان سام تايمز وانت بتلف من وانت بتفتح البروكسيمت الشكل بيتغير تماما وده الجراح برضه هيقدر لكن يعني مش عارف
ترومر بين. هو فعلا انا تماما بس هو البيشنت كان بصراحه عارفها. قلت له انا مش هعمل لك يعني مثلا كابج ذا فيرست اند ذا سكند تشويس. قال له انت لو عملت هتموت يعني يعني تخوف العيال تصلح يعني وعلى اللونج تيرم ذا سولوشن فانت ممكن تتحسن فرايد وضع يعني ابقى حاسس صح هو هو مش حاسس بس هو يعني هو بيشنت ذات الديماتيش ومفيش معرفه ليا فعلا جايه من المقصوره ومعرفه ليا حضرتك وسط كلام حضرتك دلوقتي دكتور عمر حضرتك قلت حاجه مهمه قوي العيال ده ممكن يموت في الانترفنشن اتس نوت انبروتكتد ليفت برين اتس انبروتكتد سيركيليشن صح الرايت كورنري مقفول وحضرتك الكلمه اللي حضرتك قلتها دي فيري امبورتنت صح صح هو يعني يعني يمكن انا كنت مش محفوظ قوي ان هو ياخد معرفه ليا فقال لي انا مش هعملها غير معاك وانا مش هعمل اي اوبريشن ده يعني So, طبعا هعمل ايه هعمل الاول رايت كورنري لازم لازم رايت كورنري تو سيف جارد هذا الامبروتكتد ليفت مين يعني ما عنديش حل والرايت كورنري لوكس ايزير يعني في ليجن وبتاع احط دعامه انا بشتغل على الاقل وانا مطمن في هذا الجو المرعب هو هو رايحك برضه صح 100% ورايح تروح بس الدكتور بس هي الفكره ان هو كان في ثلاث دعامات فقط ان هو عشان معيار نفس الدوله فانا ما كنتش قادر يعني اختار من دوله ده. Either I have all the facilities, مش بس الدعاء ده اي بس يعني كل عام والا ما اعملش مجازفه زي I have faith in many patients like this, but the message for me for this patient, two things. First thing, the patient has to refuse the surgery after discussion with the cardiac surgeon. Not me. يعني one surgeon can convince. Second option, this is a chip. A chip is not cheap. Yeah, you have to get all facilities, you have to have either support. Now, recent meta-analysis proves that IVAS improves survival a little bit. And you have a lot of wires, a lot of empty balloons. Standard now, yeah, our home TK crush cannot be done except by 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. I think I don't know. ان مش حكايه الجراح واقف الجراح موقف واولا اللي حكمنا انا وجراح ثانيا الجراحين دول ديفرنت كاتيجوري انا هختار له اللي انا عارف ان هو ذا موست افيشنت سيرجري واقول له انه كده يعني لكن انا اروح احوله كده وخلاص احد دكتور احمد شوقي تقول حاجه لا كمل يا احمد عشان انا كده هو ده برضه انت ما عندكش ايكويبمنت وانت محكوم بامكانيات محدده والراجل ده مش في انفارشن مش في اكيوت ده كلام الدكتور احمد اللي انا بايده والراجل ده مش في اكيوت كرايسيس مش في اكيوت مايوكارديال انفارشن اي ويل دو ذا ايزير هفتح الرايت كورنري هبتدي اديله كل اللازرز على الناحيه الثانيه وبعدين هحضر انذر سيشن ان انا اعمل كل اللي انا عايزه اعتقد ان ده برضه حلو لو انا اضطريت ان انا اعمل انترفيو هو راي حضرتك طبعا صح يعني 100% صح وده كان نفسي اعمل كده بس هو ما كانش بالي سوتبل لان هو البيشنت كان لو عملنا رايت كورونري انا مش عارف استخدم كام دعاء لان هو لسه جديد توتال
ان انا هضطر استنى 6 شهور ثانيه عشان اعمل قرار في 3 عمليات. بس انا مش هعمل الليفت كورنري اطلاقا وانا اتس نوت سيف جاردد وعندي رايت كورنري احمي بيه وما عنديش الاكوبمنت اشتغل بيها. يعني ده نوع من يعني عمليه تحريريه. الوحيده اللي تبرد ليه ده اذا كان في ورث وهو حي. لا هو خال واحد صاحبي. هو خال واحد صاحبي. خال واحد صاحبي جدا. كان ماسك فيا مش هو. لا هو كان واحد صعب والله يعني للاسف يعني. احنا طبعا يعني زي ما حضراتكم بتقولوا انا فانا نفسي فاكر فانا حاولت اختار الكيس واي ان انا اعمل بروفيجنال ستاندنج وبعدين تي اكس لو لقيت كومبرومايز يعني هعمل تاب عشان تو مينيمايز البروسيدر تايم خصوصا ان المانيبيليشن كان فيري ديفيكلت يعني واضح ان هو مع ان ما كانش فيه كالسيوم واضح بالعين بس كان واضح ان الريزستنس للواير والبالون بطريقه صعبه جدا واضح كالسيوم بس ما كانش باين. اخذنا واير ران ثرو واير بي تي 2 ام اس بعد كده عملنا بالون دايركشن ب 2 بالونز 2 مللي بس يعني الريزلت ما كانتش وحشه زي ما احنا شايفين. وبعدين عملنا بالون دايركشن للال اي دي وزي ما احنا ارجع وي كان ابريشيت الدايسكشن في الميد ال اي دي بس الكاليبر الى حد ما كبر شويه عشان يسمح لنا ان احنا كنا انتندنج ان احنا نوسع ونجيب تريل عشان نشوف اذا كان بس هيشيل ستاند اكتر حاجه ايه. بعد كده اوكي اكمل اوكي اخذنا ستاند دراج لوكينج ستاند ال اي دي 2.5 باي 38 يمكن كانت اوفر سايد شويه بس انا حبيت برضو ان انا ما بقاش يعني يعني تو لونج ستاند و 2.5 ممكن يبقى راسكو ستينوس هيبقى عادي. ده اللي نزل في الاولانيه. بعد كده اخذنا انذر اوفرلابي بروبلم ستاند 3.5 باي 38 بعدين الريزلت كانت معقوله جدا. عملنا بعد كده بوب ببالون 4-18 ليف مين ودي كانت الريزلت. كان طبعا الاوستن سيرك كان كومبرومايز بصراحه والبيشنت كان اول ذا بروسيجر طبعا في كومبلين اوف تشست بين وفي سيجرز بتحصل وفي موديناميكس تقع يعني كان واز نوت يعني ايزي اتول. عملنا بعد كده بالون دايركشن للاوستن سيرك اي ريت بوزيتيف الستانت ما كانتش راضيه تعدي الصراحه فعشان كده عملنا برضه واير في الاو ام واير في السي اكس و احنا كنا واخدين ستاند فيري شو 2.25 باي 18 وفاينلي وي كروست وديس وتريزلت يعني كنت يعني اي كونسيدر ان هي كانت تريزلت ساتسفاكتوري جدا. طب حازم اسالك سؤال بس في ده كده انت كانك بتعمل تاب تكنيك مش كده؟ بالظبط يا بيه تاب تكنيك بس ليه مش حاطط بالونه جوه الليفت مين وانت بتدخل في الالي سي اكس ستامب؟ عشان يعني هو انا ما كانش معايا غير تو وايرز بس ما كنتش قادر استخدم يعني انا كنت هفضل اخد واير برضه واير ثاني بس انا ما كانش معايا لا انا ما بتكلمش على الواير انا بتكلم انت دلوقتي داخل بالتاب عشان عايزين نعلم الناس مظبوط لما تعمل تاب تكنيك وانت داخل بالستاند هتطلع منها 1 اور 2 ستراتس جوه الليفت مين. In such case you should have a balloon in the LED left main. ليه؟ لانك انت بعد كده هتيجي تعمل كيس مش هتعرف تدخل البالونه بتاعه الكيس بتاعه ال LED والليفت مين. فدي حاله احسن اتسيب. انا حصل معايا كده قبل كده على فكره يعني. انا كنت واخد بالي وحطيت البالونه وبعدين البالونه سليبت لورا مجرد ما سليبت لورا ما عرفتش ادخل بيها تاني. انا عايز اقول لك ان النصيحه دي مهمه جدا وقعدت في الشغلانه عشان ادخل بيها تاني ودخلت امتيون ذا ستراتس وحولتها الكيلوت قصه بقى جامده. قصدي ان لازم نخلي بالنا من الحته دي انك انت في دو تاب مظبوط عشان سيفتي لازم تفوت ابولون ان ذا اذا كنت عايز تقول ان هو المين برانش وانت داخل في السايد برانش في بروترودنج في التيبس
few struts in the main branch. كلام حضرتك طبعا صح 100% وهو ده الايديال، بس هي بس انا كنت حطيت السيميشن انا عايش في التوير كانت الاستاد ما كانتش راضيه تتراس خالص، عشان كده وانا معايا وير ال سي اكس، فاضطريت اختار وير الثاني في الاو اف ان انا اخش بالاستاد، وفعلا ده يعني نجح. بعد ما عملنا كيتنج كده الريزلت كانت الى حد كبير ساتسفاكتوري، وطبعا احنا كنا عديت الجايد السايز اوف ذا ستنت بتاعت ال 6 كانت كام؟ 2.5 باي 3 2.5 اه معناها صغيره يا زهر، كان اتس واز فيري سمول يعني والله ال سي اكس دوت يعني كان ممكن يعني انك يعني مش عارف was it needing to put a stent so small in the LTX؟ لا حطيت احنا حطينا هي دي الاورج بتاع الاس سي اكس كان 80 90% وبعد الاستنس كان السي اكس كان كومبرومايز البيشنت كان بيكون تشاستنج، فانا اضطريت اعمل ده كنت هابش بروفيشنال لو ما كانش كنت البيشنت كان وريني بعد التاب يعني بعد كده وانا مطلوب مني في البي اخدت ستنت ال اي دي الاول في الديستل 2.5 باي 38 وبعد كده اخدت ال اي دي ليفت مين 3.5 باي 38 بعد هي بالظبط. واحنا كنا عملنا بعد ده بعد الكيسينج كان يعني كان في خلاف، لا احنا كده معظم الكيبورد خلاص احنا كويسين، هو في اوستيال فعلا هيزنس كده بس الباسل تبدو ان هي في 10 to 20% لها مش فولي ديبلوي. هو الظاهر الاوستيال بتاعه كان كالسيفايد. بص التريك بس اسمعني كده كويس يا جماعه اسمعوني عشان كده بقول لك التاب هو حساس قوي الحاجات دي. الستيب اللي انت يو ميست كمان ان اديشن تحط البالونه انك انت افتر دايليتنج ذا اوستيوم بالبالون اوف ذا ستنت يو بول ات اوت ا ليتل بيت وتخلي الاوستيوم بتاع ال سي اكس في نص البالونه اند يو جو فور هاي بريشر تو فلير ذا اوستيوم اوف ذا ستنت، ودي مهمه جدا فبليز دو نوت فورجيت ذيس ستيب، هتدي لك راحه كويسه جدا وانت بعد كده هتعمل كيسنج بسهوله. بالظبط هو كلام حضرتك صح 100% بس هو السيتويشن ما كانش يسمح يعني كان هو البيشنت كان كومبليت دي الصوره دي والصوره دي ده اخر فيو بعد الكيسنج يعني يبدو ان في 10% اوف السي اكس كان معظم الموجودين بيقولوا هو البيشنت خلاص دلوقتي خالص مش فين ومعظمهم قالوا لي بلاش طبعا. هو كان في كالسيوم فظيع يعني فعلا كان كالسيوم فظيع لان انا during the deployment during the trial process different balloons كان very difficult كان السيستم على طول بيخرج بره يعني كان هيرويك الصراحه. طيب what to do next stop وتبقى الريزلت اللي احنا شايفينها ساتسفاكتوري ولا another case؟ كان معظم اللي في الاوضه بيقولوا لا خلاص نكتفي كده وانا قلت الصراحه لا انا هعمل كيس تاني. عملنا كيسين تاني بس كانت المشكله ان احنا بعد ما عملنا كيسين ودي حاجه عمرها ما حصلت معايا كلنا دايما عارفين ان احنا نابت ايه البي 2 ام اس او سوري عموما الهيدروفيلك وايرز عشان ممكن وانا بسحب الواير يتقطع مني الفلوبي بورت او يعني يحصل حاجه زي كده يعني احنا طبعا كنا الواير ده ما كانش جيلد خالص البي 2 ده الواير اللي كان موجود في سي اكس وواير ال اي دي كان ران ثرو الواير بتاع البي 2 ام اس ده كان في ال سي اكس عملت كيسنج عادي خالص وانا بسحب الواير البي 2 ما كانش ده يعني مش يعني ما كانش شيء كان ثرو ذا ستراتس ومعدي في ال سي اكس طلع الواير وواضح ان الواير شبك في الكالسيوم اللي كنا بنتكلم عليه ولقيت الواير معايا بره والبروبي بورت بتاعه البي 2
موجوده في الليفت ميد. ساعتها بقى انا يعني صراحه بعد تقريبا ثلاث ساعات وكنت تعبت جدا وكان العيان يعني تعب جدا معايا وكان مصدق ان خلصنا فبقيت مش عارف اعمل ايه فعلا. What to do next? Leave it ولا cover it by fence ولا snail؟ طيب انا فعلا قررت ان انا اسنير لان انا يعني someone قال لي to leave it او انا ما رضيتش لان انا في left main وطبعا I cannot leave the wire. ممكن نسيب wire زي كده في distal vessel small vessel very distally لكن في left main و بالظبط وده اللي كنت فاكره فعلا. ده السنير ده الفلوبي بورت. انا كنت هكفر او في ممكن اعمل في سنير بيتعمل مانوال يعني قول لنا كده ازاي السنير المانوال ده يا حازم؟ السنير المانوال ان انا بجيب الجايدنج بجيب جايدنج وبدخل الواير فيها اللي انا هستخدمه واير طويل واطلع منه جزء مثلا فليكن 10 مللي واتني عامل لوب وروح تاني وانا اكون حاطط على الواير في الديستال في الجزء اللي جوه البالونه في اخر سوري البالونه في اخر حته من الجايدنج اخر حته ديستال من الجايدنج وانفخها مثلا على نومينال بريشر تكون البالونه مثلا 2 بحيث انها تقفل الجايدنج تقفل الجايدنج على الواير يبقى انا كده حبست الواير وعامل لوب بره. يعني تاني عشان برضو الحته دي مهمه الواير بدخله من الجايدنج واطلع بحوالي مثلا 10 مللي من الجايدنج ويكون حاطط بالونه في اخر في الديستال تيب بتاع الجايدنج لكن ما كنتش مطلعها بره يعني في اخر حته من الجايدنج وانفخها على نومينال بريشر يبقى انا كده حبست اللوب حبست لوب من الواير حوالي مثلا يبقى 4 مللي 5 مللي 6 مللي واقدر اتحكم بعد كده في الدايمنت لما بزق يبقى انا كده عندي اند ثابته واند ثابته من عندي بقى بره ازق الواير او اسحبه بيتحرك عادي. بس انا كان عندي نعم احنا انا استخدمت السنير اللي كان موجود عادي كده كان موجود في كونجيت الحمد لله فقفلناه. انا ماتش مور سيفر التكنيك اللي بتقوله انا اول مره اسمع عنه الحقيقه. كنا زمان بنعمل لما كان 300 لو عندك واير طويل بتتني اثنين وبتدخله في الجايدنج من بره بتتني على نفسه واخد بالك وبعد كده بتخش بالبوز بتاعه باللوب ده هيت جوه فعلا وبتطلع بيها وبتحاول تقفل عليها على الحاجه اللي عايز تقفل عليها دي. ده مانوال سنير اللي انا عارفه بس ده لازم واير طويل عشان يقدر يلف ويرجع تاني على نفسه. الحاجه الثانيه انك انت ممكن تدخل اثنين وايرز جوه حوالين الواير ده وتلفهم على بعض جامد جامد وبالتالي you can entangle this wire and you go with the three wires all together inside. طبعا دي محاوله دي اللي انا عارفها. ورينا اللي انت عملته. عندك سنير انا دخلت بالسنير اهو زي ما حضرتك شايفين هو ده السنير البلاك دوت بعد كده بعديها واحنا بقى بنركب سيجنال خلاص الواير وبنركبه في الواير فعلا الواير بيوصل اهو في الجايدنج بس كانت المشكله ان احنا لما طلع معانا السنير زي ما شايفين السنير اللي هو الطرف الاصفر ده شاور عليه معانا الستاند بتاع السنير وسهل واقف يعني انت يو سنير ذا ستاند اند ذا واير وادي الستاند بتاع السنير طب يعني تعالى اختار انا طلبت كلمه تعالى اختار دي خالص دي بقى دي ده طبعا والاندر ديسكرايب ده او وات ايفر بقى سليبت ولا ده هيوري السنوز على طول بالظبط. لا لا ارجع ارجع الصوره اللي فاتت ايوه اللي بعديها دي بقى دي الصوره بعد ما اللفت ميد ستاند بوز درون دي طبعا السكشن ثاني فروم ذا لفت ميد تو ذا ال دي زي ما احنا لون ستاند ثلاثه و 38 زي الستاند اللي كانت بوز سنير ونفخناها هاي بريشر 20 وبعدين يبقى ده عملنا بعد كده نحط تاني بس طلعنا زي ما خالد بيه قال ان احنا
غالبا دي كانت اندر ديبلوي وعشان كده اتسحبت بسهوله جدا. فعملنا فوت هاي بريشر بالونه اللي كانت موجوده للاسف اربعه، ما كانش في اكتر من كده، كان نفسي يبقى في اربعه ونص او اكتر بس ما كانش غير اربعه. فنفخنا بهاي بريشر ودي الاند ريزلت بعد ما عملنا فوت وعملنا كيس تاني. اسالك بس حازم، هو السنير ده كان السايز بتاعه قد ايه؟ 5 يا بيه. 5 ده كبير شويه. اه يعني انت هنا في الكرامبر يوجوالي وي يوز 2 او 3 يعني 5 ده كبير. اه علشان كده هو مسك في الستنت، واخد بالك؟ يعني بقول لك التشويس ده كومنت مهم جدا، هتستخدم 2 3 ممكن تمسك الوايه، تستخدم 5 هتخش هتاكل معاها الستنت وتطلع بيها زي ما حصل. صح. هو اللي كان موجود يا بيه فعلا ما كانش عندنا حريه ان احنا نختار يعني للاسف. مستفاده من هذا ان احنا وي شود جو باي ذا جايد لاين، وي شود دو اول اور ايفورتس تو كونفينس ذا بيشنت، اند اف يو ار فورسد بيكوز اوف اني ثينج يو هاف تو هاف اول ذا اكويبمنت يو ماي يوز. لان عمل كريتيكال كيس وذاوت بينج وذاوت بينج باك تتعرض للعين المفضل. البيشنت في ده الاند ريزلت بتاعتنا، كنت قايل له ان احنا هنعمل قرار جديد ونعمل الرايت كورونري بتاع 6 شهور، وعملت كنترول اكشن وطلعت نفس بس نفس المنظر بالظبط بتاع الليف سيستم هو بالظبط. بس هو الصراحه رفض بعد هو رفض انه يعمل قرار اللي هو كده. والله من حقه يا ابني فعلا. هو رفض تماما لان هو كان الحمد لله فعلا بقى فيزيكالي كومبليتلي فري، بيتحرك وبيعمل مجهود وبقى تحول لسنجل بس ديزيز. وعن ميديكال تريتمنت كان واز فيري توليريتنج المجهود بتاعه، ما كانش في اي مشكله بالنسبه له. دي كده يعني دايجرام يعني واخدها من مهندس بلاكس. يعني لو احنا حصل معانا انتربت يعني التوب بورت بتاع الواير ممكن نعمل. طبعا اول نصيحه ان احنا messages while encrypted and set of the hobby and one of the common complications being encountered in the cat lab. Sergi may be need to get the wire because he can tell the wire can be in the state. Of course, I have to do it. And of course, he can go and do it in any place and do it. If the wire fragment is present entirely in the vessel, it can be covered by a studded. And that's why it can the option the easier and the best for the eye. Snaring can be injurious to the vessel, especially if we use a mask which is suitable. The interventionalist should be always ready for cast complications. Perfection is any movement. وطبعا زي ما حضرتك قلت يعني patient ما تحتاجوش يصير ده. دي البروفات اللي احنا قلنا عليهم، لكن الحاجه الكويسه اللي عملها حازم ان هو يعني when we are doing intervention all the possibilities are present. القضيه how to deal with it and he deal with it. لكن يعني يمكن لو نرجع من الاول ما هو ذات القرار الصح. شكرا يا حازم. شكرا ليك. هو كان عشان انا موجود معانا. طيب عشان انا يمكن هو حارس دراهم معانا هنا وانت معانا، فهو محتاجين حارس دي بي اس تكون معانا. اتفضل تامر. شكرا جزاك الله خير. مين اللي يقدم الحاله يا ولاد؟ دكتور احمد حسن يا فندم. طيب تمام. الزماله بتاعت دي بي اس. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. This is a simple case of regular narrow complex tachycardia. My name is Ahmed Hassan. I'm in the first year of Egyptian fellowship program of electrophysiology and cardiac devices. إن شاء الله خير النهارده بوجودي وسط أساتذتي. إن شاء الله يعني short case of regular narrow complex tachycardia.
Our patient is a 36-year-old female patient complaining of intermittent attacks of palpitations of 2 years duration. Each attack occurs with sudden onset that lasts from 10 to 30 minutes. Lately, it started to increase in frequency, occurring about 2 to 3 times per week, despite using verapamil 80 milligrams TID. Upon clinical exam, nothing significant. The echo as well shows no evidence of structural heart disease, normal LV dimensions and functions, no variable abnormalities. The right-sided chambers are within normal. This is the resting ECG of our patient. It shows a normal sinus lift. دلوقتي الريستنج اي سي دوت هو ماشي ساينس ريزم وكل حاجه لكن يو هاف سام ابنورماليتي يعني V1 هنا هو ال R is R S ratio equals 1 وان V2 R S ratio more than 1 فدي تخليك تفكر في بي ار انترفال يعني شكلها طبيعيه هل دي حاجه ممكن تحصل او تديك كلو للنوع من الاريثميا اللي بيجي You mean that there's right on the branch block, like morphology or something like this? يعني هو complexes are narrow. هي narrow الحياة بس وجود يعني شوية abnormal إنك تلاقي RS ratio equals one more than one in V2 equal ratio to one in V1. يعني sometimes بنلاقي الحاجات دي في some pre-excitation syndromes. لكن هي مش مانيفست يعني الواضح البي ار انترفل الطبيعيه والكومبلكسز ار نارو لكن هي ملحوظه سام تايمز بتلاقيها ان سام كيسز اوف رايت فنتريكل ديسبليزيا وبالذات لو معاهم رايت باندل برانش مورفولوجي حتى لو كان انكمبليت فدي از وان اوف ذا كلوز لكن طبعا ما اعرفش علاقتها بالاس في تي هل عندك حد من مين معاك موجود من الاي بي اس ستاف نعم في حد موجود في القاعه معاك؟ في بس المفروض كان دكتور احمد رضا بس انا بكلمه دلوقتي. طيب يعني ده تعليق مبدئي، طب كمل عموما كده هود ونشوف الحاله ايه. This is the ECG that shows the regular nerve complex tachycardia. It shows a pseudo R wave in V1. And pseudo S wave in the inferior leads. معلش ارجع بس عشان احنا بنحب نركز على الريستنج اي سي دي ده بتاعها ولا ده انت جايبه من النت كده هو انت جايبه من النت ده هو ما كانش واضح بس هو كان the same pattern of regular nerve complex tachycardia with the presence of pseudo S in V1 and pseudo R in V1 and pseudo S in the inferior leads. عشان يبقى عايز تقول ان this is a P wave in the tail of the ST segment, مثلا? Yes, and there's a short RP interval. So this is most probably one of the short RP categories. بس هو الريت الحقيقة بطيء جدا على AV node reartery. المفروض الريت ده it's approaching 160 أو حاجة زي كده. فهو يعني الريت ده غالبا بنلاقي الريت ده المفروض انك تلاقي فيه بي ويف المفروض ما هوش رابيد قوي ومع ذلك مش لاقيين نقدر نعرف حاجه يمكن زي ما انت قلت الليد الوحيد اللي باينه فيها شويه هي في 1 ومشاور بالسهم قد تكون دي بي ويف وتشير بالتالي الى حاجه سم سورت اوف اي في نودل ريانترنت تاكيكارديا اتفضل كم Our approach to the patient, the standard of approach is to do and to put our standard catheters. We have three standard catheters. The first one is the quadripolar catheter that we put it in the coronary sinus. And the other catheter is a quadripolar catheter that we put it in the His region at the AV node. لو سمحت شاور عليهم لو سمحت
The first catheter is the CS catheter. It's a decapolar, decapolar catheter that we put it in the CS. As we see here, it's a catheter number from 1 till 9. So it's a decapolar catheter. It's put through a femoral approach, through a right femoral vein, through 6 French catheters in the CS. The second catheter that we put as a standard is the HIS catheter. It's a quadripolar catheter, put also through a femoral venous approach using 6 French catheter. That's put at the HIS region, and it's quadripolar, so we see here HIS 1, 2, 3, and 4. The third catheter is a quadripolar catheter that's put through a 7 French sheath, which is the ablation catheter. Here we see ablation distal and ablation proximal. After putting our these 3 standard catheters, we can see this intracardiac EGM of the patient. First, we see the first 3 columns upwards, the ECG, V6, lead 1, AVF, and V1. We can see sinus P wave and then the QRS complex. And when we go through the intracardiac EGM, we can see the atrial electrograms coinciding with the sinus P wave and the ventricular electrogram that's coinciding with the QRS complex. So this view shows our normal sinuses. تمام هي دي ساينس ريذم بتكوندكت الامبلس بيطلع من ايرليست عند الهيس باندل ثم البروكسيمال كورونري ساينس ثم الديستال وده النورمال ديستريبيوشن ات ريست يعني ما عندناش ايرلي ايرلي اكسايتيشن از ا سورت اوف مانيفست اكسسوري باثوي دي كده ان ساينس ريذم ما عندهاش اي اكسسوري باثوي بالظبط بالظبط our target through doing different pacing maneuvers is to try to induce the clinical tachycardia that the patient suffers from and to study the different characteristics of this tachycardia to specifically diagnose what type of tachycardia that the patient is suffering from. Our standard first step is to do retrograde RV pacing. Here we can see on the surface ECG, we have negative QRS complex in DP1 preceded by a pacing artifact. So this means that we are pacing the RV, giving rise to the left bundle branch block morphology. So now we are truly and appropriately pacing the RV apex. The pacing artifact, as we can see here, is maximum at the ablation catheter proximal and distal. So this ablation catheter is placed in the RV apex, and this is the catheter that we are using to do this retrograde RV pacing. After doing the RV pacing, what we are waiting the atrial electrogram because we are doing retrograde pacing. So now, as we can see here, this is the pacing artifact, the pacing of the RV, followed by this ATL AGM. This ATL AGM, as Professor Osama said, shows the sequence of ATL activation that starts from the HIS catheter and goes away from the septum until we reach CS12, which is far away from the interatrial septum. So this is what's known by concentric retrograde ATL activation. تمام ده normal activation بالضبط as we accelerate and as we do more incremental RV pacing we can find here that the VA time is progressively prolonged and this is another feature of normal retrograde conduction over the AV node which is progressive prolongation of the VA interval by doing this RV pacing
that means also that we have a concentric pattern of activation and that we have a decremental retrograde atrial activation through the AV node. Here we can appreciate that the VA interval is 109 milliseconds. Upon increasing and incrementing the RV pacing, here the VA interval is 117 milliseconds. Until here we can appreciate that after pacing of the RV, here we cannot see any kind of retrograde atrial activation at that particular pacing cycle length. And this truly confirms the presence of a decremental conduction over the AV node. And this is what's called by retrograde wind back cycle length. So now by doing this maneuver of RV pacing, we found that the retrograde atrial activation sequence is a concentric pattern of atrial activation sequence, and that we have a decremental retrograde AV nodal conduction that means that we have retrograde conduction over the AV node. And you can say to that you exclude any accessory pathway. As long as we have a central pattern of activation like this, we may have an accessory pathway conduction, namely septal accessory pathways. So this is why we continue our maneuver to try to induce the tachycardia and to study the tachycardia characteristics and to try to know whether it's an AVNRT or AVRT. Here we shifted our pacing maneuver, anti-grade pacing, the CS56. Here we can appreciate that the pacing artifact is largest at CS56. And so this means that we are doing anti-grade atrial pacing. And what we are waiting is we are waiting the ventricular response to see the anti-grade AV conduction. The same concept here by anti-grade pacing, we see that the AV time is 160 milliseconds. And by incrementing the atrial pacing, there's progressive prolongation of the AV interval. Now it's 208 milliseconds. And eventually, at this particular time of this particular maneuver, now we have succeeded to induce the tachycardia. This slide is very important as now we have a clinical tachycardia, which is narrow complex, and it's regular tachycardia with 1-to-1 AV relationship. And we can appreciate here that the VA time is very short and it's almost less than 70 milliseconds. And this is why this is short RP tachycardia that we have seen the surface resting of narrow complex tachycardia. طيب هنا بس خلي بالك الـ earliest activation هنا فين يا احمد؟ برضه عن حس دكتور اسامه ممكن تشاور لو سمحت دي مهمه جدا during tachycardia لو هي tachycardia بتعدي وبتبتدي من جنب الايفي نود زي ما بنسميها الدول باثوي هتبتدي earliest activation فعلا في الايفي نود وبعد كده تطلع على فوق coronary sinus ايوه شاور ايوه وبعدين كده تعمل تقرب وبالتالي ده this is a good sign that she's having AV node re-entrant tachycardia and using the AV node in the circuit نفسها بتاعة التكاردي. بالضبط يا فندم. Now our differential diagnosis still the first possibility is an AVNRT. And as I told you, Dr. Usama, that as long as we have a concentric conduction, so we cannot rule still antiseptal accessory pathway because it has a concentric activation. And of course, atrial tachycardia stands in the back mind of our differential diagnosis always in our maneuvers. As we could get the tachycardia of the patient,
One of the important tools and one of the important diagnostic pacing maneuvers that we must do is what's known by ventricular overdrive pacing during the tachycardia to try to know what's the post pacing sequence and to measure the post pacing interval minus the tachycardia cycle length, as we'll show now. This slide shows our clue to the diagnosis. Here we can appreciate on the right side of the screen, we have this the regular neurocomplex tachycardia with the same one-to-one AV relationship and the atrial activation sequence, as our professor Sena said, that starts in the his catheter, and the tachycardia cycle length from A to A or from V to V is around 355 milliseconds. After doing the ventricular overdrive pacing, here we can see the pacing artifact on the surface ECG that is immediately followed by negative QRS complex. That means that we are pacing the RV and are truly pacing the RV. So we did now ventricular overdrive pacing. After doing the ventricular overdrive pacing at a pacing cycle length of 330 milliseconds, which is faster than the tachycardia cycle length, and this is a very important this is a very important step, is to accelerate the RV to a pacing cycle length which is faster than the tachycardia cycle length itself. After doing this pacing of the RV, we must make sure that we are accelerating the atria. We are accelerating the atria to the pacing cycle length. So when we measure the A interval, we find that it's 330 milliseconds. So we are truly accelerating the atria to the pacing cycle length. And this is a very important checklist we should have and we should do to accurately interpret our maneuver. This is the second thing. The third thing is our post, our PPI, our post pacing interval. What's the post pacing interval? The post pacing interval is measured from the last pacing spike of the RV. Here, this is the last pacing spike of the RV. And then we will wait until the first ventricular activation over the same RV catheter at the same point that appears here at that point. So the pulse pacing interval, we are pacing the RV, and then we will wait until the impulse go to the atria and then comes back to the ventricle to activate the RV catheter that we did from it, the RV pacing. The pulse pacing interval importance, it measures how much we are far away, how much we are far away from the tachycardia circuit. We are pacing from the RV apex. So if we have an AVNRT, so the tachycardia circuit is far away from the point of the RV pacing. However, if we have an accessory pathway, which is septal accessory pathway, it's an AVNRT. So this tachycardia circuit is nearby the point of the RV pacing that we do. So if we calculate the post pacing interval minus the tachycardia cycle length, here the post pacing interval 522 minus 355 milliseconds. So here we clearly find that we have the time more than 115 milliseconds, which is the cutoff point that differentiates between the AVNRT and the AVRT. If we have the value more than 115 milliseconds, so we are far away from the point of the RV pacing, so we have a tachycardia circuit which is AVNRT. However, if we have a value which is less than 115 milliseconds, so our tachycardia circuit is nearby the point of RV pacing, and this confirms the presence of AVRT. So our patients have an AVNRT. And this slide is the diagnostic clue for our patient.
انت قصدك ان كل الكلام اللي قبل كده ما كانش دايجنوستيك وان هي الانترفل دي هي اللي دايجنوستيك بالظبط يعني احنا the last slide to summarize we confirmed only that we have a concentric anti-grade and concentric retrograde activation in the area nearby the AV node and the His bundle and in the area nearby the septum but we are not sure that we have an AV NRT because we might have a septal pathway that may have the same pattern we may have also an atrial tachycardia with a with tachycardia focus of the atrial tachycardia that's also nearby the septum that may be having the same concentric anti-grade and retrograde activation pattern. طيب في سؤال هنا بقى انت هنا بالنسبه للاتريال بيسنج ما شفناش الاي اتش جامب اللي احنا متعودين عليها في الايفي نودر اتريال تكر هل ايه اللي حصل؟ هو احنا وي كودنت جيت ذات اي اتش جامب اند وي كودنت جيت ذات ايكو اند ايفن ان ذا برزنس اوف ذا ايكو اند ذا برزنس اوف ذا اي اتش جامب دي ار نوت 100% دايجنوزنج ذا اي ان ار تي without accurately studying the characteristic of the narrow complex tachycardia and without accurately interpreting the pulse spacing interval minus the tachycardia cycle. Okay, come back. At that point, we were free and we were sure that we have an AVNRT. So, and this is a typical AVNRT. Slow fast one. So we went directly for ablation of the slow pathway. This is a specimen of the right atrium that shows the anatomy of the triangle of Koch. This triangle of Koch is bounded from the right here, from the right by the septal leaflet of the tricuspid valve. You can see here that this is the tricuspid valve. And it's bounded upwards by the tendon of Todaro and downward by the CS ostium. Our target for ablation is the slow pathway, which is marked here by the Danish color, which is low in the triangle between the CS ostium and the septal leaflet of the tricuspid valve, which is far away from the His bundle, which is the red dot, and this is the first pathway, which is marked by the blue color. So our target of ablation is the blue pathway that should be directed downward between the CS ostium and the septal leaflet of the tricuspid. And this should be confirmed by two views, by the RAO view and the LAO view. Here in the RAO view on the left side of the screen, we can appreciate the decapolar catheter, which is the CS that appears foreshortened in the RAO view. And this is the His catheter that is put in the, on the AV node or the region of His bundle. And this is the ostium of the CS, and here is the septal leaflet of the tricuspid valve, as we have shown in the previous slide. So here, the ablation catheter is appropriately placed at the area, at the region of the slow pathway, and then we make sure that we are in the appropriate position in the LAO view as well, that we are here nearby the CS ostium to start the ablation safely without encroaching on the His catheter or the AV node that may injure the AV node and end up by complete heart block of the patient. Thank you, Dr. Sena. Thank you for all of you. شكرا يا احمد يعني الحمد لله مبسوط منك لانك انت بتشرح ببطء وبتشرح دايما الناس احنا بنقولها اللي بيشرح للناس يعتبر ان اللي قدامه مش فاهم حاجه خالص الغلط الشائع ان الناس بتقدم حاله يبقى فاكر ان كل الناس فاهمه وبالذات في الحاجات الكومبلكس اللي هي زي سواء كومبلكس انترفنشن او كومبلكس اي بي اس وبالتالي بيبقى يشرح بسرعه والناس ما بتفهمش فانا اشكرك انك انت شرحت الحاله وان كنت قلت انها سيمبل لكن انا ابدا
الغرض من الكونفرنس ده ليس فقط يعني حد يوري عمل ايه او يستعرض عضلاته او كلام من ده، لا انا عايز نستفيد الناس اللي هم بيسمعوا ونعلمهم حاجه جديده. وانا بالنسبه لي مثلا بالطريقه بتاعتك برضو اتعلمت واكدت على معلوماتي اللي هي الستبس اللي هي تشخص بيها ايفنودر انتر تكاردي. انا دايما ما بحبش الاختصارات مع احترامي طبعا للعلم والعلماء، لكن اي في ار تي اي في ان ار تي يعني واضح جدا ان وانت بتسمع بسرعه هتتلخبط، فانا دايما بحب انطقها كده اي في نودل ريانترنت. يعني ايه؟ يعني بتعتمد على الاي في نود في التاكيكارديا يعني سلو فاست باث واي، او اي في ار تي ريسيبروكيتنج تاكيكارديا ودي ما بتعتمدش على الاي في نود ودي اللي هي بتاعه الاكسسوري باث واي. فبليز بس يعني دي نقطه نحب نوضحها للزملاء لان الاي في ار تي في ان ار تي ممكن جدا ما تسمعش الفرق بينهم. بشكرك يا احمد جدا. حد يحب يسال اي حاجه يا جماعه قبل ما نحب ننهي الكونفرنس النهارده؟ طيب اعتقد ان احنا كده خلصنا ان شاء الله، وندعي كده ربنا ينفعنا بما علمنا وعلمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يرفع عنا البلاء والوباء ويغفر لنا ذنوبنا وان يتوفنا اليه مسلمين ان شاء الله. كل سنه طيبين عشان مولد النبوي، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.